عند العرش الجبار رفع الاثبات حيي سميع وعلي قسم الذات حقته ما انشى الاعمار وبرز نار الجحيم ورفع النعيم القي اذنك نعيد لك شاين ضجر في وفاة السكي موسى الكليم صلى الله عليك يا طال مختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم يا سيد عيسى وسيد موسى عيد لك قول بتمدين صونوا وحدي في دخير الثمور اجمع موسى قبيلة بنو إسرائيل قال لهم يا قبيل دير اسمي مشروع ليكم خطاب عن أدن الجليل أدوا مني الحديث واسم الله موضوح قالوا له عيد من دردو في الدار احنا طايعين ليك يا وحي العظيم قال لهم كل من تبع قولي ينصار ومن لا تبع علي يصير في نار الجحيم صلى الله عليه يا طال مختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم يا سيد عيسى وسيد موسى سلقوم في أرض القفران شلنا تعصي من أجل الناس ولا تنعز الأول ما نعيد قدمنا الهضرة وصلاة الخمس وجبة ليكم تنعم زكاة النفس وصيام على الفطرة والقرآن العظيم وصلاة المسجد أقدك الحج اللي بيت الله القهار يسمى بيت الإله كعبة النعيم حق المسكين قوموه على المقدار بره بالأرملة وكادك اليتيم صلى الله عليك يا طال مختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم
ذهب الشذوذ لبنو إسرائيل. قال لهم من يدير بيها لو عثار تحت جناحي يكون في منزل تقدير ومن لا بيها يدير بناره يستكزر اللي منه قدام مولانا الجاني شهدوا له بالنصاف قوموا يا حضار. رفدوا الكفوف لسماء عز التعظيم انصرفوا بعد ذاك ليمينا ويسار ابقى موسى يخطب لله العظيم صلى الله عليك يا طه المختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم. يا موسى عبدي انت قلبي حقير ما فوق جبل الطول قدرت الموت يا موسى على عبادي كما قدرتها على كل قبر ولا بقالك من بعدي غير ادعي بالسماح وارضى بالمقدور انصاف موسى وخر واسجد للجبار. واهبط للارض متحير مكسور عديم رد رسول جيت القبلة يظهر أي تاني بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليك يا طه المختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم. سيدنا موسى تحقيق يبقى 40 يوم سجد للملوك بعد 40 يزور اهله بالتحقيق ويرجع للموضع العيب عند العبره لما نادى الوقت من عند التوفيق لا تستخر ولا تتقدم للإجلال أمر ربي الكريم الموك الأعمار. قال له تهبط تزور موسى الكريم اقبض عمره سيس علي بن عيب ذكار واستحفظ بيه للدرور يحشدن صلى الله عليك يا طه المختار يا سيد عيسى وسيد
يجبر موسى قبض تراته يقرا قالوا عليك السلام يا وجه الأحزان. ارتعش موسى وتوخى للورا ورمى تراته من يده وبقى حيران. صبر لولو قال من هو بالضبط ما جاوب لي حد بكلام حالي انتق من بعدك عزرايل الجهر قالوا رد السلام وبشر بالنايل قالوا عليك السلام يا هاد الهاتف واحكي واش تريد يا جيد العرب. قال له بإذن الإله جيتك متكلف نصرف فهوى كما أمر رب الأرباب. عرفني من تكون باش انا نعرف يضمن القلب من مقالك ويرتب. قالو كي سألتني انا مخلدية هدا مدد قسم الحوض ونقسم فرق بين الجاني والام دون شوار ويتم الولد قلبو غريب داش موسى وصاح وبقى متحير. قالوا واش تريد يا جيد الجوال. يمكن جي ضيفني ولا زاير مرحبا بك واهلا وسهلا بقوان. قالوا عذرين جيد نقبض لك العمار ونسري بها عند مولانا العاري. قالوا موسى صدح لي نمشي بها سعى فيها نوادع أولادي تدعيم هنبقيهم بسلام ونولي للدار وفعل ما جئت بي على موسى الكريم. قالوا عذرين يا موسى مالي قدرة نتلقك متروح من يا راجل. أمرني ربي ربنا الحي لا يرى وخرج روحك بالطافات في داودك على المشورة وحارب العظيم عن عزرائيل يحول. قالوا دنات ليك من شدة تحزر امشي سرع وعدني بتبسيم
وإذا أنت يا بقيت فيك يبان العار من يدي ما تمنع وأنا ليك نصيب. صلى الله عليك يا طه المختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم. صلى الله عليك يا طه المختار يا سيد عيسى وسيد موسى وابراهيم. موسى يودع أهله دون جحنان متحير في أمره يودع كل حبيب. خلوا لما انتدرك هادو الأولاد قال لهم ندركهم لمن يعلم بالغيب. تبكي محسكة ليها الكباد وكذا زوجته بنسيدنا شعيب. التمو بالجميع قوموا في المحضر يشموا روحته السقية وردة النعيم. نصرف موسى ونضمن وخشة نوار ويقول الله الحمد يا رب الكريم. ودع موسى لخيمته ورجع مقهور توعد الموت والزعزع والمنون. والبيت على أرضه مكسية من النور تضوي ضي البيج بين الكفون. والخلايق مجندة شاد في المشهور من جملتهم سواح سيدنا هارون. سخبة الجفن بالدموع تحكي للبن والناس مزحمة توادع دلكن. ما بقى من أهله كبار وصغار يبكي وعلى فراق من اللي تعطيهم. وحارب على النبي موسى يصدر تعلم وتحق ليصدر.